تغالط الحارس الجميلي، كانت من سكار الجميلي في المكان المناسب للسيطرة هذه الكرة في وسط الميدان للمولودية، تحاول الرد عن طريق غازي، يوصل الكرة من هناك اللي بصغير، وهناك الكرة تغطية من شافعي أمام يشير الخطير الذي سجل هدفين لحد الآن. مشتاق إلى الشباك يشير أكثر من أي وقت مضى، خاصة عندما يتعلق الأمر في المباراة الكلاسيكية المثيرة وفريقه متأخر في النتيجة. توصل الكرة اللي حشود على الجهة اليمنى، يرجع من هناك سرعة الكرة العالية بين الدفاع والهجوم. الله 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 على هذه الكرة من يحيى شريف، البراعة الكبيرة من زيماموش في المكان المناسب للسيطرة والتحكم في هذه الكرة العائدة دون ترويض مثل ما جات. يحيى شريف والحارس زيماموش. أنا أظن على حسب رأيي الهدف اللي تسجل على مولودية الجزائر خرجهم من المباراة، خرجهم من الجانب التكتيكي، غيروا اللعب تاعهم بكرات طويلة، وكما نقولوا احنا اون بروفوندور ما يسمحش اللاعبين تاع مولودية الجزائر اللي عندهم السرعة يطلبوا الكرات في الرجل. هيجر التعليمات والتوجيهات لعناصر الفريق بعد مرور 21 دقيقة من زمن المرحلة الأولى. الاتحاد متقدم كما تشاهدون على الشاشة في مباراة مثيرة جدا، قمة الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، الكلاسيكو الأول للكرة الجزائرية. هناك خطأ تقديم الرجل، ضرب القدم والمخالفة أو الخطأ لبن موسى للاتحاد. بن موسى العائد يلعب كرة للشافعي، من هناك خوالد، الأجواء الرائعة من صنع أنصار الفريقين. زيماموش الكرة طويلة، الكرة طويلة البعث عن قاسمي، الأسبقية لحشود يرجع في الوسط، تضرب في بوشما وتعود من جديد لجليد، جليد جليد أيضا الكرة رأي مرفوع، رأي مرفوع وضع التسلل، يقول الحكم على بوكاش. التمركز الجيد تاع اتحاد العاصمه في الميدان، هم يلعبوا بكتله واحده لما يسترجعوا الكره. لحظه خروج الكره، لحظه خروج الكره، سنشاهد لحظه خروج الكره، لا اعتقد ان هناك وضع تسلل. لحظه خروج الكره لو تكون من زاويه اخرى بالكاميرا العرضيه سنقول الكلام الذي يجب ان يقول.